الخطير هو أن هذا العنف كيترتكب في فضاء العلم والمعرفة مع دائما احترام قرينة البراءة، والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. إلا كانت هذه الأفعال ارتكبت، احنا غادي ننتظروا الأحكام القضائية هي اللي يمكننا، والحقيقة القضائية هي اللي يمكننا باش نقول واش ترتكبت ولا ما ارتكبتش. ولكن في حالة ارتكاب هذه الأفعال كنظن اليوم خص كما قلت سابقا تكون واحد الإرادة سياسية حقيقية مناهضة العنف ضد النساء. ومناهضة العنف ماشي شعارات في أيام تحسيسية، وماشي لقاءات من أجل نصوروها ونبتوها في التلفازة، لا، هي حقيقة واقع ديال المجتمع، وخاصة في الفضاء ديال العلم والمعرفة. هادو الأستاذ اللي المفروض أنه كيلقن الأبجديات ديال العلم وديال القانون في كلية ديال الحقوق وديال الحق ديال الإنسان في إطار المغرب اللي منفتح على منظومة حقوق الإنسان ومصادق عليها، وهادو خصهم يعطيو المثل للطلبة في الإنتاج الفكري والعلمي والحقوقي. إذا كانت هاد الأفعال ترتكبت في حق طالبات فكنظن اليوم خصنا وقفة حقيقية، لأنه ما أخافه وما أخشاه أنه ما تكونش حالات معزولة، وأن هذا يولي كذلك ظاهرة في الجامعات. هذا غادي يولي أخطر شيء، وغادي نفقدوا ثقة في الجامعة في فضاء ديال التحصيل وديال المعرفة وديال الإنتاج الفكري. كنظن أنه المسؤولين على القطاع وغير المسؤولين على القطاع، لأنه المسألة كتهم مستقبل ديال أجيال ومستقبل ديال الجامعة المغربية. إلا كانت هذه الأفعال كنظن خص وقفة حقيقية، خص يتم وقف هذا الشيء. يمكن المتابعات القضائية من أجل الردع كينا، ولكن كما قلت راه كاين أسباب اللي هي متعددة، لا اقتصادية، ولكن داخل الجامعة غير مقبول بتاتا، غير مقبول بتاتا ترتكب أفعال من طرف أناس اللي هما بالعكس هما اللي خصهم يعطيو القدوة، وهما اللي يكونوا أجيال خاصة في كلية الحقوق. هذه الكلية اللي كتدرس وكتكون أجيال في العلم والمعرفة، وكتكونهم يكونوا غدا خبراء عندنا في حقوق الإنسان. فبالله عليك واللي هذا الشكل ديال العنف كيترتكب في حق طالبات، في حق فقط طالبات، هذا هو الإشكال. يعني هذا عنف مبني على النوع، هذا عنف مبني على النوع. وبالتالي كنظن كما قلت مع احترام قرينة البراءة، إلا تبتت هذه الأفعال خص الضرب من حديد على أيدي كل من تخول له نفسه أنه يمس بمستقبل الجامعة وبسمعة الجامعة المغربية، ويمس بنساء وبطالبات اللي احنا اليوم كنتظروا بأنه تفرز لنا نخاب، وبغينا باش نحدوا من العنف خصنا نأهلوا نساء يكونوا غدا مؤهلات للدفاع على حقوقهم، في حين أن هذا الوضع كيكرس الوضع اللي قلناه ديال التهميش وديال الأمية وديال العنف وديال الوضعية ديال المرأة تبقى على ما هو عليه. وهذا الشيء احنا اللي ما غاديش نسكتوا عليه كجمعيات، كحقوقيين، كمناضلين، كمناضلات، ما يمكنناش نسمحوا بأن الجامعة تكون وكر ديال العنف ضد الطالبات. غادي نوقفوا في هذا الشيء وغنتابعوه احنا شخصيا كجمعية، غنتابعوا هذا الملف وغنتابعوا ملفات أخرى على أساس إما كطرف وإما كدفاع عن طرف وإما كملاحظين في إطار عملنا كجمعية. ولكن كنظن بأن المسؤولين، المجتمع كله مسؤول، ولكن المسؤولين على القطاع خصهم يتحملوا مسؤوليتهم، لأن هذه السمعة ديال الجامعة والسمعة ديال البلاد.